دونالد ترامب. أتحول لفلوريدا، معنا أشلي أنصارة العضو في الحزب الجمهوري. مساء الخير أستاذ أشلي. يعني اليوم شهدنا الحزب الجمهوري منقسم بين دونالد ترامب الذي لم يقر بهزيمته، لم يحضر هذا الحفل في سابقة من نوعها منذ 150 عاما، منذ أكثر من 150 عاما، ونائبه يحضر هذا الحفل، أيضا رؤساء سابقون كجورج دبليو بوش من الحزب الجمهوري. كيف من الممكن أن يكون أثر ذلك على مستقبل الحزب القريب والبعيد؟ هو الحزب الجمهوري بيمر بمرحلة صعبة جدا في تاريخه. الحزب الجمهوري منشق في الداخل. الحزب الجمهوري يضم ضمن أعضائه الكثيرون في الولايات المتحدة عناصر غير مرغوب فيها من ناحية الكولتشر ومن ناحية البوليتيكال اتيتيودز. الحزب الجمهوري بيمر بمرحلة تغيير من عيصر من وقت الديناصورات إلى وقت حديث. هذا الوقت الحديث الذي يشمل كافة أطراف الشعب الأمريكي، كافة أجناس الشعب الأمريكي، كافة ألوان الشعب الأمريكي. بلا شك وأنا واحد من ضمن الناس اللي وقفوا جنب ترامب، وكنت من ضمن المؤيدين له الأوائل من أول 2014 وبعد. الرئيس ترامب جمع أشياء سلبية موجودة في داخل الحزب الجمهوري وأيضا موجودة في داخل الشعب الأمريكي. أعتقد وربما سيد أشلي ما قبل الهجوم على الكونغرس ليس كما بعده، ما قبل عدم الإقرار بالهزيمة على الرغم من يعني وقوف القضاء الأمريكي والمؤسسات جميعها إلى جانب الديمقراطية ليس كما بعدها. بالتالي هل ما زال بإمكان دونالد ترامب بالفعل أن يحدث هذا الانقسام داخل الحزب بعد رحيله عن السلطة؟ هو تحدث عن إنشاء تيار، هناك من فسر الأمر بأنه تيار داخل الحزب، ما أثر ذلك على مستقبله؟ مستقبل ترامب أو مستقبل الحزب الجمهوري؟ مستقبل الحزب الجمهوري طبعا. الاثنين يفترقوا. الحزب الجمهوري، الحزب الجمهوري مستقبله إذا تم تغيير بعض العناصر القيادية الموجودة فيها سوف يكون حزب قوي جدا. إذا لم ينجح القادة الحاليين وشباب الحزب من تغيير القيادة القديمة المتعثرة طبعا سوف يفشل هذا الحزب. كثير جدا من أعضاء الحزب الجمهوري الحان بيقولوا نحن independent، يعني نحن مستقلين وليس belong للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي ككثير من الشعب الأمريكي وأفراده. إنما مستقبل الشعب، مستقبل الحزب الجمهوري الآن في عملية recovery healing، لأن أكثر من 50% من الحزب الجمهوري ما زال يؤيد ترامب، على الرغم أن ترامب وطريقته في السياسة وفي التعبير وشخصيته أدى إلى قلق. طب ولكن أي تيار داخل هذا الحزب سينتصر برأيك؟ التيار التقليدي أم تيار ترامب؟ التيار التقليدي gone زي ما بيقولوا في أمريكا بالتعبير gone with the wind is finished، خلاص انتهى. أعتقد أن الشباب الجديد اللي هو موجود في الجامعات وأيضا من المينوريتيز اللي هم موجودين from the Hispanic community, the Indian community, the Muslim community, etc. are going to rejuvenate الحزب الجمهوري مرة أخرى. إنما الحزب الجمهوري كتركيبته الآن سوف يفشل وسوف يندثر. أتحول لي باسل القصبي المحامي والعضو في الحزب الديمقراطي، كيف من الممكن لبايدن اليوم بالفعل أن يوحد الشعب الأمريكي بعد كل هذه الدراما إن صح التعبير التي شهدناها مؤخرا؟ الواقع البندول السياسي في أمريكا يتأرجح بصورة شديدة بالذات بعد مجيء أوباما. أعتقد أن مجيء كان رد فعل لمجيء أوباما، والتأرجح الشديد ده سمح لعناصر متطرفة أنها تتسلل للمينستريم السياسة العامة على
سبيل المثال اختطاف ترامب للحزب الجمهوري عادت تشكيل إطار الحرية وعقيدة الحزب الجمهوري من جديد. مجيء بايدن ينذر الدول شايف، بس مجيء بايدن ينذر ان الدول هيرجع الصوت واضح في نطاق معتدل اللي هو المسار الطبيعي بتاع السياسه الامريكيه. صحيح في تأرج سياسي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، بس طيب باسل سنحاول اصلاح الاتصال معك، الصوت غير واضح على الاطلاق. اعود لجمال. جمال، برايك هذا الصوت الذي شهدناه مؤخرا من دعاة تفوق العرق الابيض، هل نما اكثر مع ترامب ام ان صوته بات مسموعا اكثر فقط؟ تحرر وبات يتحدث بكامل الحرية، على اعتبار أن له تعبيرا سياسيا داخل دواليب الدولة في البيت الأبيض. الخطابات التي يلقيها كان يلقيها على امتداد الأربع سنوات دونالد ترامب والتغريدات كانت دعوة لهؤلاء كي يقوموا بما قاموا به. لاحظنا أن في النهاية دونالد ترامب تنصل من مسؤوليته مثلا حول اقتحام الكابيتول، وأن أنه ليس هو من حرض هؤلاء، لكن ذلك طبعا لم يقنع أحدا، لأن دونالد ترامب بالإضافة إلى أنه خطاباته كلها كانت ملغومة، وأنه شجع الأخبار الزائفة طوال عهدته الرئاسية، سمح لهذه التكتلات بأن تأخذ مساحة أكبر داخل المجتمع الأمريكي، وأن تأخذ ثقة في نفسها، وأن تعبر عن نفسها بذلك الشكل الذي رأيناه. وسيكون من الصعب إعادة التوازن أو إعادة الهدوء والسلم الاجتماعي داخل المجتمع الأمريكي. هذا بايدن معروف عليه أنه شخصية خارج الاستقطابات السياسية، وعلى فكرة بخلاف نائبته كامالا هاريس المعروفة بأنها استقطب حد في خلال ولايته على الأقل في المجلس في مجلس الشيوخ من 2016 إلى 2020. هذا الجانب في شخصية بايدن بالإضافة إلى عمره الذي يضفي عليه نوع من الرزانة والحكمة هو ما يعول عليه في الحقيقة لإعادة الهدوء إلى المجتمع الأمريكي. طيب سيد باسل، يعني ربما صفحة ترامب طويت في الرئاسة، ولكن فور تسلم جو بايدن مهامه سنتابع محاكمة دونالد ترامب في الكونغرس، هل من جديد حول ذلك دخل الحزب الديمقراطي، ولماذا يصر هذا الحزب على هذه المحاكمة؟ سبب الأحداث اللي حصلت صورة التهديد اللي كان بيشكله ترامب دعوة الديمقراطية الأمريكية، فده رد فعل. ولكن هناك أسئلة كثير قانونية وقانونية حول إمكانية بعد رئيس جديد تتولى الحكم، واحتمال كبير الموضوع ده في رأيي يوصل كما السوبريم كورت المحكمة الدستورية. ده أغلب الزمن تدخل من بس هنشوف إذا نعم. ما زال هناك مشاكل في الصوت دائما. أشكرك المحامي والعضو الحزب الديمقراطي باسل القصبي إذا على هذه المداخلة. أعود سريعا للعضو في الحزب الجمهوري أشلي أنصارا. سيد أشلي، يعني هل من الممكن أن يجري الحزب الجمهوري مراجعة بعد الفشل في النهاية الذي حققه دونالد ترامب الوصول لعهدة ثانية، وبعد كل هذه الهزات التي تعرضت لها الديمقراطية الأمريكية من جانب الهجوم على الكونغرس، عدم الانتقال الثالث للسلطة، وعدم الاعتراف بالهزيمة؟ أنا أود أن أوضح أن ترامب والساركازم بتاعه وشخصيته ظهرت في المجتمع الأمريكي أشياء كثيرة كنا بنغطي عليها بكده، زي الوايت سوبريمسيس، زي الناسيس، زي الأطراف الرايت وينج اللي موجودة في الحزب الجمهوري.
يعني أنا بعتقد أن دي كانت فرصة وما زالت فرصة كويسة جدا للحزب الجمهوري أنها تتخلص من هذه العناصر الفاسدة لأنها لا تمثل في كل الأحوال الحزب الجمهوري، بل بالعكس هي أمراض دفينة موجودة في الشعب الأمريكي سواء ديمقراطي أو جمهوري. إنما التجربة وتجربة ترامب في الأربع سنوات أثبتت أن الحزب الجمهوري لابد أنه يحصل كلينزينج. كلينزينج يعني تنظيف هذه العناصر التي لها تأثير سيء ليس فقط على الحزب الجمهوري ولكن على الشعب الأمريكي بكله، عشان نحن نقول إن في حوالي over 70 million voted for Trump. من هم هؤلاء 70 millions اللي voted for Trump؟ ما هي جنسيتهم؟ ما هي أفكارهم؟ ما هو الكالتشر بتاعهم؟ من هم يمثلون حتى يدوا هذا النمبر الكبير جدا من millions of people؟ إذا كان هذا فإحنا نريد أن إحنا نراجع أنفسنا ونعمل يعني psychology evaluation للsocial culture بتاع أمريكا. Otherwise أمريكا هتنهار sooner or later، لأن طبعا عارفين أمريكا مبنية على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. طب إزاي تدي فرص للwhite supremacy ويساب البراون people والإنديان people والبلاك people والهسبانيك people؟ فإذن العملية تغيرت، وأنت لما تبص على بايدن الكابينت بتاعه حاليا والسب كابينت أيضا تجد أن 70% عبارة عن minorities women and representation of what America is all about. فإحنا عاوزين ندرس ingredients بتوع social structure بتاع الولايات المتحدة. فأنا متبشر خير، بل بالعكس أنا بقول دي فرصة سانحة للحزب الجمهوري أنه يراجع مرة أخرى ما هو مكونات والفاليز والجولز بتاعة الحزب الجمهوري. شكرا لك أخي أنصارة، لأن أنا يعني العضو في الحزب الجمهوري. كنت معنا إذن من فلوريدا، تحول إلى واشنطن، ينضم إلينا الآن من هناك الكاتب والصحفي ياسر الغسلان. أستاذ ياسر مساء الخير. 15 إجراء تنفيذي